هي الفكره نتاعها بطبيعه الحال تحكي على ثوره علي بن غزام في 1863، واللي من خلالها دافع على الحريات ودافع على حقوق المواطنين وعلى المجبة، وعمل الثورة واتهموه برشا حاجات، وحاول من خلالها انه يرسم ملامح للمجتمع الجديد ويعطيه حقه. حاولنا من خلالها انه نمسرحوها وتكون فما شخصيات وتكون فما وضعيات درامية، وان شاء الله الجمهور اللي عرضنا له في العديد من العروض تمتع بها، كانت فرجة حلوة عملناها في إطار كوميديا غنائية وكانت ومشات. هذا بصفة عامة تحكي على الثورة ونتائجها، وهل ترى نجحت ولا مشحتش، وهل ترى كانت في طريقها المعقول ولا الصحيح، كانت صحية ما صحية، شنو هو الريبيركسيون متاعها، فاش كانوا على شخصه هو وعلى المجتمع اللي كان عايش فيه. هذا ما لسنا طرحناها في علي بن غلام، وحاولنا من خلالها أنه ما نلوجوش على أجل بقدر ما نعرفوا الجمهور هالشخصية هذه وش عملت في التاريخ. دخلت في العمل المسرحي هذا عن طريق الصدفة، خذيت دوري هو أنا سجينة من السجينات في السجن اللي مثلوا فيه، وفي الحقيقة دوري بسيط، أما بالنسبة لي أنا تجربة كبيرة برشا. الرول متاعي هو أنا أصغر سجينة في الحبس، عشت مع الحبس ذكريات على قد عمري، خاطر ولدت فيه وكبرت فيه، شفت فيه برشا حوايج، شفت فيه كيفاش يعاملوا النساء، كيفاش يعاملوا الرجال المساجين السجانة، شفت فيه برشا حوايج، يعني أنا كبرت فيه وأنا ناقمة على الوضع اللي قاعدة نعيش فيه. الرول تاعي مصطفى خزندار الوزير الأكبر، ونحب نبينه فيها اللي كل واحد ما يوصل الكرسي تاع رئيس وزراء يحب يتمكن من كل شيء، من البلاد وعبادها ريشة وبشيشة كما يقولوا فيها، فهمت؟ لين ندور عليه الدورة بعد ليك يلقى شكون يحرك الشعب مش يعمل عليها ثورة. وانتم صبرتوا من اول امتحان، فشلتوا وخرتوا وما قدمتوا، شايفين الموت يا علي مات حتى في الحبس، حقنا ناخدوه. دخلوه يا ابن غداهم، شاور عليهم صبعك وحنا بسنوننا نقلعوه. جايين بس بشي المول المسرحية هذي علي بن غداهم، ثاني مرة باش نتفرج عليها، حاجة مزيانة على الاخ، وان شاء الله تعدى عرض باهي. العرض هذا معناها يحكي على التاريخ نتاع تونس وكيفاش معناها صارت الثورة نتاع علي بن غدام وكل شيء، وكيفاش صارت معناها مشاكل بين مصطفى خزندار وعلي بن غدام، وكيفاش في الاخر عدموه معناها علي بن غدام.